صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين على أحلى مشاهدين مشاهدين برنامج طعم البيوت. بنقابل حضراتكم الصبح بدري علشان نفطر مع بعض، علشان كمان نتكلم في موضوع يهمنا كلنا. هنفطر مع بعض النهاردة فطار خفيف مفيهوش أي اختراعات خالص، من كتر بساطته هنستغرب إن احنا ممكن نفطر الفطار ده، لكن هو بيساعد على اللي بيعملوا دايت او عايزين يخسوا او عايزين ياكلوا حاجه بس يبقوا ما كلوش حاجه. فده فطرنا النهارده، هنعرفكم عليه وقت ما يجي ميعاده. وكمان هنتكلم عن المشاركه في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه. مهم جدا اننا يكون لينا راي ويكون لينا صوت، ومهم جدا اننا ما نتنازلش ابدا عن راينا ولا عن صوتنا، سواء كانت المشاركه بنعم او بلا. المهم اننا نشارك ونقوم بدورنا المطلوب مننا علشان مجتمعنا وعشان دولتنا. ده موضوع حلقتنا الاساسي اللي هنتكلم فيه النهارده، بس الاول خلينا نتفائل كده ونشوف كل واحد مين وشه حلو عليه الصبح، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. وشك حلو عليا لو شفته الصبحية، بيمر اليوم بيا كل ساعته هنية، وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا. بستبشر زي قدوم العيد، وافرح اكتر واكتر لما تجيني سعيد بقدومك. بستبشر زي قدوم العيد، وافرح اكتر واكتر لما تجيني سعيد. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وكل واحد عنده حد بيتفائل بيه الصبح، كل واحد عنده فكرة حتى بيتفائل بيها الصبح. الواحد لما يصحى الصبح كده ويفتح الشباك ويلاقي جو جميل ونسمات الصباح بتهل علينا، وخصوصا اننا بنصحى بدري جدا عشان نقابل حضراتكم بدري جدا، فبنتفائل باننا هنبدأ يومنا بنشاط وبعمل. كمان في هيئات كتير موجودة حوالينا بتخدمنا، لازم نحس بيها ولازم نحاول اننا نساعدها عشان تأدي عملها في خدمة المواطنين. من الهيئات اللي موجودة وبتخدمنا هي الهيئة المصرية للإسعاف. الهيئة المصرية للإسعاف بتخدم كل المواطنين في كل الحالات الطارئة، كل الحالات اللي ممكن تكون مش طارئة بس محتاجة مساعدة. خلينا نتعرف على الخدمات اللي بتقدمها الإسعاف للمصريين ونرجع نفطر مع بعض. دور هيئة الإسعاف يتلخص ببساطة في تحريك جميع أسطوله، سواء الطيارات، الطيارتين اللي موجودين تابعين لهيئة الإسعاف، أو اللانشات النهرية، أو السيارات المتحركة على الأرض، لمختلف أنواع البلاغات الإسعافية، سواء كانت حالة مرضية موجودة في الشارع، أو إصابة، أو حادث موجود في الشارع، أو حالة من المستشفى هترجع المنزل بتاعها، أو حالات الغسيل الكلوي، أو حالات المتابعات، أو حالات الأورام، بالإضافة إلى التأمينات بتاعة الأحداث المهمة اللي بتحصل داخل جمهورية مصر العربية. فرع إسعاف معهد ناصر، سارة 2340 معهد ناصر، من معهد ناصر في العيادات الخارجية، هلال السيد هلال، هلال السيد هلال، نقل مريض إلى السكن المرج، نقل مريض إلى السكن المرج. إلينا بلاغ الآن من معهد ناصر للسكن باب الشعرية، تم الندى على السيارات الموجودة متمركزة في معهد ناصر، وتم خروج أقرب سيارة للبلاغ.
طبعا احنا مريض القلب طبعا بنعمله معاملة خاصة طبعا، يعني بنجيبه بنشيله طبعا بحرص تام، ان كان مثلا في الدور الثالث الرابع فبننزل بيه بحرص تام، يعني عشان يعني الخبطة او كده بتأثر على القلب، يعني لا قدر الله لو في جلطة او في حاجة زي كده. بس طبعا بنقعده على الترولي زي ما حضرتك شايفة، بنرفع الترولي فبنقعده مش بنومه كاملة يعني، فبنقعده نص قعدة ووصله على المونيتور وبشوف نسبة الأكسجين في الجسم وعدد ضربات القلب، ولو كان نسبة الأكسجين يعني قليلة في الجسم فبحاول أنا أوصله على الأكسجين، وبنتوجه بأقصى سرعة طبعا للمستشفى عشان نكمل بقى الإجراءات. يعني نصيحة للسادة المواطنين إن أول ما يسمعوا سيارة الأسعاف يتجنبوا الأسعاف ويفتحوا لها طريق، عشان إحنا بننقذ روح، يعني إحنا بننقذ بني آدم، فبعد الناس ربنا يخليهم كويسين بيفتحوا الطريق، وبعد الناس بيجري مع الأسعاف. فإحنا بنتعامل معاه بالميكروفون وبنقول له لو سمحت اركن يمينك أو يسارك، وإن شاء الله ربنا يهدي الجميع إن شاء الله. رجعنا لحضراتكم علشان نفطر مع بعض، وفقرة فطارك عندنا. فطارك عندنا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين، أنا جاية النهاردة في كامل أناقتي عشان هنقدم حلقة مهمة جدا عن التعديلات الدستورية وأهمية إن إحنا نكون صوتنا، نقوم بإننا نروح نصوت سواء كان أيوة أو لأ. المهم إن إحنا يعني الحلقة بتاعتنا مهمة جدا، عشان كده يعني أنا النهاردة فورمل شوية، بس ده ما يمنعش ان ممكن وانتي فورمال تقفي في المطبخ، ما يمنعش ابدا ان انتي تكوني لابسه ونازله شغلك ومستعجله بس بتعملي فطار لحد في البيت، او بتعملي فطار خفيف وسريع عشان تاخديه معاكي. الفطار النهارده كل مكوناته، اولا اسمه سوشي الخيار. المكونات بتاعتنا خيار، جزر، جبنه، لانشون او بسطرمه او اي نوع من انواع زيتون، اي حاجه حضراتكم عايزين تعملوها. كل اللي بنعمله ان احنا بنجيب الخيار، بس يفضل ان الخيار تكون كبيرة شوية عشان نقدر نفرغها من جوه ونحط فيها الحشو بتاعنا. بنفرغها ازاي؟ اما بسكينة يا اما بمعلقة، باي حاجة هتفرغيها كده. شايفين حضراتكم طبعا ممكن برضو المقورة بتاعت المحشي اللي بنستخدمها في الكوسة او في البتنجان ممكن نستخدمها برضو. انا محتاجة ان انا افضي الخيارة من جوه، وممكن نعمل لها شكل جمالي كمان في اننا نعملها كده مقلمة عشان تبقى يعني بنعمل حاجة وبناكلها وشكلها حلو. السوشي حلو قوي وناس كتير بتحب تاكله، بس السوشي مش فطار، السوشي غدا عشاء، لكن فكرة ان انا اعمله في الفطار فانا بقى اخترعت لكم موضوع السوشي الخيار ده. هنفرغ الخيارة من جوه كده، خلاص كده الخيارة اتفرغت. هبدأ ان انا امسك الجزر، انا غسلاه كويس واشراه كويس، هبدأ اقطعه شرايح بالطول كده كده. واحدة تانية كمان، احنا بس يعني الجزرة مطلوب انها تبقى متقطعة ترانشات مش تخينة ومش رفيعة. بس بعد ما قطعناه كده بالطول وبالعرض بقى صوابع، هبدأ اشوف اللانشون برضو نفس الحكاية، شرايح مش رفيعة قوي، عريضة، وبرضو هنقسمها في النص عشان
احنا بنملى الخيارة من الحشو بتاعنا ده. على فكرة احنا ممكن اننا ناكل الحاجات الصحية والمفيدة، يعني ممكن حد يقول طب ما انا هاكل الجزرة زي ما هي كده همسكها ارقشها، والخيارة همسكها اكلها وخلاص، واللانشون والجبنة مش محتاجة ان انا اقعد اعمل الحاجات دي واتعب نفسي. بس هي الحقيقة احنا محتاجين ان احنا نتعب نفسنا واحنا بناكل. ليه؟ اولا عشان الاكل يبقى شكله حلو، يبقى مختلف. ثانيا عشان لما نبذل مجهود واحنا بنعمل الاكل وفي نفس الوقت لما نيجي ناكله يبقى شكله حلو، وفي نفس الوقت ما تعملش بسرعة واتاكل بسرعة مش هنشبع بسرعة، واحنا مطلوب ان احنا ما ناكلش كتير عشان نخس. على فكرة الاكل ده قيمته الغذائية عالية لانه كله سلطة، وفي نفس الوقت فيه بروتين زي اللانشون، وفيه برضو كالسيوم في الجبنة. الجبنة دي ممكن تكون جبنة مثلثات، ممكن تكون جبنة بيضة حتى نقطعها كده، او نحط جوه السوشي بالمعلقة جبنة ونبدأ نحط الاختراع بتاعنا جوه. اللي انا هعمله دلوقتي بعد ما مسكت الخيارة وفضيتها كده بالشكل ده، هبدأ ان انا املاها بالخضار التاني الجزر. يعني ممكن نحطها في طبق التقديم عشان طبعا هي مفتوحة من تحت فكله هيطلع. بس كده الخيار جواها الجبنة كده اهو، واللانشون برضو هيتحط جواها. بصوا حضراتكم بقى شكلها ملونة وفي نفس الوقت شكلها حلو. بصراحة انا ما بحبش اعرف، مش بعرف اكل حاجة الا لما يبقى شكلها حلو. فاكيد في ناس كتير برضو بتاكل زي بعينيها قبل ما بتتذوق الاكل، ففكرة ان انا اعمل الاكل يكون شكله حلو وفي نفس الوقت سهل جدا وخفيف ومستعجلة على شغلي او عايز اعمل حاجة. على فكرة الحاجات دي ممكن انها تتحط كمان ديكار، يعني حضرتك لو عندك عزومة واحنا خلاص رمضان قرب وداخلين على رمضان وعندي عزومة وعايز اعمل حاجة ديكار، يعني خلاص الجزرة اللي بتتقشر على شكل وردة والطماطمية اللي بتتقشر على شكل وردة بقت أفكار مستهلكة يعني. فلو عملنا الشكل ده وزوقنا بيه الأصناف اللي احنا حطيناها هيبقى شكلها حلو، هتبقى أفكار جديدة وهتفتح النفس. الأطفال بقى ممكن تعملي الكلام ده في الفاكهة كمان، يعني مش بس الخضار، أي فاكهة ينفع إنها تتفضى من جوه وحطينا فيها الانواع، عنب عنب يعني في الفاكهه، عنب ايه تاني، توت. التوت دلوقتي على فكره موسم التوت، ومش قادره احكي لكم على التوت وفوائده. يعني انا دورت عشان اجيب توت النهارده، بس احنا بنبدا بدري جدا مش بيبقوا لسه قاعدين بيبيعوا التوت، ففي حلقه تانية ان شاء الله نجيب لكم التوت. ده شكل الطبق بتاعنا النهائي اللي شكله عامل كده، شكله حلو وفي نفس الوقت ما بذلناش مجهود خالص، بس قطعنا الخيار وبس حشيناه بالجبنه والزيتون، وممكن نحط زيتون. احنا حاطين دلوقتي جبنه شيدر ولانشون وجزر، ممكن كمان نقطع فلفل اخضر. شكله حلو وفي نفس الوقت قيمته الغذائيه عاليه ومفيد جدا ومغذي. ده شكل فطارنا اللي احنا عملناه لحضراتكم النهارده بسرعه جدا. يا رب يكون عجبكم وتكون فكره حلوه. ودلوقتي هنخرج نقدم اطباق شهيه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه. النهارده انا عندي ضيفتين مش ضيفه واحده. المرأة بقى بشكل عام بما انها سباقة دايما للمشاركة في كل اللي يخص البلد وفي كل اللي بيعود بالمصلحة عليها وعلى اسرتها، فالمرأة التعديلات الدستورية الحقيقة في كذا بند بيتكلموا عن مشاركة المرأة سواء كان في البرلمان او المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية بشكل عام. كل ده هنتعرف عليه من ضيوفنا اللي هينورونا. ضيوفنا اللي هينورونا في الاستوديو الدكتورة شيرين المهدي عضو المجلس القومي للمرأة، والأستاذة سامية أبو النصر الكاتبة الصحفية. هنتكلم معهم أكتر عن التعديلات الدستورية وكمان البنود اللي بتخص المرأة في التعديلات الدستورية الجديدة.
هنقابل حضراتكم كمان 3 4 دقايق في الصالون، استنونا على طول. الندوة دي بالغة الأهمية لأكثر من سبب. يمكن أولى أسباب أهمية هذه الندوة إن إحنا بنتكلم عن الجماعة الإعلامية أو العاملين في مجال الإعلام، أول من سيسألوا عن هذه التعديلات وجدواها وأسبابها وإيه محتواها. فبالتالي من المهم جدا يحصل نقاش على قانوني ونقاش سياسي ونقاش إعلامي مع الجماعة الإعلامية ومع العاملين في مجال الإعلام ومع أعضاء نقابة الإعلاميين. من المهم جدا ان احنا نتحاور ويبقى فيه مساحة مشتركة من الافكار بتجمعنا بزملائنا الاعلاميين. من المهم جدا وعلى مجلس النواب ان هو يتواصل مع كل ممثلي فئات المجتمع لشرح هذه التعديلات والاجراءات اللي تمت ومرت بيها منذ تقديمها من بعض النواب وحتى تاريخه. انا شايف ان التعديلات والدستور هو ملك للشعب المصري، ولازم مهم جدا عن طريق المساحة الإعلامية اللي بتتاح لأي حد ان احنا نقول للناس ان هذه التعديلات هي في الاخر ملك القرار الشعب المصري. كل ما يتم من اجراءات لا تصنع قرار او لا تقر هذه التعديلات، هذه التعديلات برمتها في الاخر هتبقى بين ايادي الشعب المصري، هو السيد وهو صاحب القرار. النهارده انا لما اجي اتكلم بجد في كلمه انا قلتها، محراب الكلمه، محراب الوعي، لبناء الوعي. فبالتالي انا مش محتاج ادني ندوه، لا انا محتاج بس نصحي بعض القيم اللي هي موجوده بالفعل بين كل الابناء الاعلاميين. انا عارف الكلمه بتاعتي وصلت لكل لان هي موجوده بالفعل، ما كانتش محتاجه الا حد بس صحيح امام الاعلام عشان يقدر يعبروا عن الجواب. المصريين كلهم عندهم قدره على فكره على مواجهه الفكر الهدام من خلال القنوات المحترمه زي القنوات الاعلاميه ومن خلال التلفزيون المصري العريق اللي انا شايفه. وبالتالي الاعلام العربي كله او الاعلام المصري حينما يبني على هذا الامر، من اليسير ان يبني على هذا الامر، من اليسير ان نخرج جميعا لنبهر كل العالم انما امام صناديق الاقتراع لنقل كلمتنا باذن الله تعالى الفصلى. اللي بيحصل رساله كامله متكامله ومهم جدا يعني بناء الانسان المصري اللي هو الاعلام احد دعامه، وان شاء الله تعالى قريبا سيكون باذن الله تعالى. يعني انا بالفعل الاعلام المصري عندي ثقه كبيره جدا في الله انه هيقدم رسالته ورسالته قويه ان شاء الله تعالى. صباح البيوت بكل الناس اللي فيها، أولادنا وأحفادنا وأجدادنا ولمة عيلتنا. صباح البيوت بكل الناس اللي فيها ولمة عيلتنا وفطارك عندنا في طعم البيوت. ضيوفنا المنورينا في الاستوديو الدكتورة سامية أبو النصر، الأمين العام للمنتدى الاستراتيجي مدير تحرير الأهرام، وكمان الدكتورة شيرين مهدي عضو المجلس القومي للمرأة. برحب بحضراتكم ومنوريني. أهلا بحضرتك وصباح الخير على مشاهدينا في كل مكان. صباح الفل. يعني خلينا نبدأ بدكتورة شيرين، حضرتك أول مرة تنورينا، الدكتورة سامية ضيفتنا حبيبتنا من زمان، حضرتك لسه أول مرة تنورينا. دكتورة شيرين، المجلس القومي للمرأة مهتم جدا بما يخص المرأة، بما يخص المجتمع بشكل عام لكن المرأة بشكل خاص. فيعني عملنا أكيد حملات للتوعية علشان نزلنا للمرأة في كل مكان علشان تقدر تبقى عارفة دورها وأهميته. هو اهتمام المجلس القومي للمرأة بالمرأة ده اهتمام بالمجتمع كله. المرأة وإن كانت نصف المجتمع بس هي في الواقع هي المسؤولة عن المجتمع كله. المرأة هي الزوجة، هي الأم اللي بتربي. لما تبقى المرأة إيجابية هيطلعوا أولادها كده. أكيد. المرأة لو اتعلمت دورها السياسي ودورها المجتمعي
وعلمته لولادها مش هنحتاج لقعدة زي دي ان احنا ندعو الناس للمشاركة. وبعدين المرأة المصرية بالذات دورها قديم جدا، دورها السياسي، يعني احنا حاليا بنحتفل ب100 عام على مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بالضبط مشاركة المرأة سياسيا من 1919، لكن من قبلها العالم كله كان بيتعامل مع المرأة على ان هي بضاعة تباع وتشترى، في حين ان احنا كانت في مصر ملكات فعلا. اول طبيبة في العالم كانت ميريت بتاح، اول طبيبة في العالم مصرية. وقيسي بقى حضرتك على كده في كل مجال. ايوه بالظبط. فهي المرأة احنا اعتقد ان احنا فقط بنعيد لها ثقتها بنفسها اللي هي اتسحبت منها في فترة من الفترات، مش اكتر من كده. لكن هي المرأة المصرية هي صانعة الاجيال، صانعة الرجال. مظبوط. دكتورة سامية، يعني احنا على طول بنقول مقولة الدكتورة شيرين ان ايام ما كانت المرأة بتباع وتشترى النساء في مصر كانوا ملكات. فيعني احنا السنة دي بنحتفل ب100 سنة على مشاركة المرأة في الحياة السياسية ابتداء من ثورة 1919. على مدار ال100 سنة المرأة بتحاول انها تحصل على حقوقها، لكن مؤخرا في العصر الحديث بدأت فعلا المرأة تحصل على حقوق، وبدأت انها تشارك في الحياة السياسية، وبدأت انها يكون ليها دور في المجتمع، مش بس دكتورة ومدرسة، لكن بدأت تبقى قاضي، وبدأت تبقى وكيل نيابة، وبدأت تبقى ضابط، وبدأت تبقى وزيرة، وبدأت تبقى سفيرة، وبدأت تبقى عالمة. فيعني المرأة على مدار ال100 عام، الحقيقة طبعا المرأة على مدار ال100 عام الحقيقة كانت نموذج مشرف للإرادة القوية الحقيقة اللي كانت بتمتع بيها المرأة المصرية الحقيقة. يعني يمكن بنتكلم على 100 سنة، ثورة 19 عن 16 مارس 1919 وسقوط أول شهيدة الحقيقة، وبنحتفل بهذا اليوم باليوم المرأة المصرية الحقيقة، لأن هذا اليوم خرجت فيه تظاهرة كبيرة على رأسها نساء عظيمات أمثال طبعا هدى شعراوي وصفية زغلول وسيزة نبراوي الحقيقة. وفي هذا اليوم سقطت أول شهيدة وهي الشهيدة شفيقة محمد وحميدة خليل وغيرهن من النساء الحقيقة. وكانوا ليه مطالب، ليست مطالب خاصة بنساء فقط أو مطالب، ولكن من أجل تحرير الوطن، من أجل الإفراج عن سعد زغلول ورفاقه، من أجل مطالب كانت شايفين أن الوطن بيحتاجها في هذا الفترة. وأيضا كانت خروجهم أيضا وخلعهن الحجاب الحقيقة كانت برضو خروج عن المألوف ومحاولة كسر الحاجز الزجاجي اللي كان بيمنعهم من المشاركة في المجتمع الحقيقة. وبدأوا بعد كده، بدأت الحركة النسوية الحقيقة في مصر، وبدأ تأسيس أول اتحاد نسائي مصري سنة 1923 الحقيقة. وبدأت المرأة تخترق التعليم، وكان عندنا طبعا سهيل قلماوي أول من تخرجت من الجامعة سنة 1924، هو أول من حصلت على الماجستير والدكتوراه الحقيقة، وكانت نموذج مشرف للمرأة المصرية. وتلاها بقى عدد من النساء، طبعا كان في دور مشرف أيضا لدورية شفيق، وكانت صحفية واعتصمت في نقابة الصحفيين من أجل المطالب بحقوق المرأة، وأسست اتحاد بنت النيل الحقيقة. وكانت نتيجة للاعتصامات هي ومعها زميلاتها الحقيقة إن إحنا حصلنا بعد سنة 1956 على حق المرأة في الترشح والانتخاب، وده كان لأول مرة الحقيقة، وده كان يعني خطوة مهمة جدا. كانت المرأة ملهاش حق إن هي تدلي حتى بصوتها، فأصبح إن هي ليها حق إن هي تدلي بصوتها، وأصبح إن هي ليها حق إن هي تترشح كمان ويكون ليها مكان في البرلمان. وبعد كده أصبح لدينا روي عطية أول من دخلت مجلس النواب بعد كده. الحقيقة يعني تاريخ مشرف الحقيقة. عندنا 62 سنة 62 كان عندنا دكتورة حكمة أبو زيد أول وزيرة للتضامن الاجتماعي، وكانت في سن برضو مش كبيرة، كانت سن يعني، وحققت نجاحات كثيرة جدا. كان في السبعينيات أول أوائل السبعينيات كان عندنا أيضا دكتورة عائشة راتب أول سفيرة الحقيقة، وكان برضو منصب السفيرة كان مقصور على الرجال، وثاني وزيرة كانت تاني وزيرة الحقيقة، وأيضا كان ليها دور وبصمة كبيرة جدا.
بعد كده ايضا المراه اقتحمت المجال العلمي واصبح لدينا علمات كثيرات واساتذه جامعه والحقيقه عديد وعديد. طبعا مش عايزه انسى حد، ولكن هناك نماذج مشرفه كثيره للمراه. طبعا احنا حاليا في هذا العصر بنقول ان احنا بنحيا العصر الذهبي للمراه المصريه، لان اصبح هناك اراده سياسيه بتشجع على تولي المراه للعديد من العديد من المناصب. عندنا استراتيجيه تمكين المراه 2030، دي مهمه جدا الحقيقه. عندنا دلوقتي 90 نائبه في البرلمان، عدد غير مسبوق، كان الاول يعني بكثير او 2 3 يعني شكرا. الوزيرات عندنا 8 وزيرات بنسبه 25%، الحقيقه برضو دي نسبه كويسه جدا. فاعتقد ان احنا يعني على الطريق تمام، وان كان هناك بعض التحديات التي تواجه المراه يعني نتكلم عليها كمان شويه. اكيد. دكتوره شيرين، يعني انا برضو عايزه اعرف المجلس القومي للمراه لما بينزل للسيدات، احنا مش كل السيدات اللي بيتعامل معاهم المجلس القومي للمراه موجودين في القاهره وفي المحافظات الكبيره، لكن موجودين كمان في المحافظات الحدوديه وموجودين في القرى وفي النجوع. مهم ان احنا نعرف بنتكلم معاهم ازاي عشان نفهمهم دورهم اذا كانوا لسه ما يعرفوهوش، لان انا عندي قناعه ان المراه خلاص عارفه دورها وعارفه ان مشاركتها بتفرق. احنا عندنا اكتر من وسيله، عندنا الندوات اللي بتتعمل، واللي اهم واللي جابت اعلى نتيجه حمله طرق الابواب. احنا بنوصل لكل بيت، الرائدات الريفيات، من الرائدات الريفيات وطرق الابواب دي وصلت فعلا لكل بيت. كل وبعدين انت بتلاقي استجابه رائعه من الستات لما بتعليني عن ندوه او كده بتلاقيهم موجودين. الرائدات الريفيات اتعلموا ازاي يعلموا السيدات المصريات حقوقهم وواجباتهم السياسيه، اتعلموا ازاي يعلموهم حقوقهم وواجباتهم الصحيه، اتعلموا ازاي يعلموهم الصحه الانجابيه، مكافحه الختان، كل المشاكل الصحيه ازاي يواجهوها. ويمكن كان في حمله صوتك بكره لمصر، دي كانت مشاركه عاليه جدا من السيدات ومن خلال المجلس القومي للمراه، ان كل ست كانت اتعلمت يعني ايه صوتك امانه لازم تحطيها. اتعلمت حتى اللي ما كانش معاهم البطاقات الرقم القومي، المجلس القومي للمرأة نزل وعمل لهم الرقم القومي لغاية عندهم بالظبط، لان دي كانت مشكلتها. طبعا. وزي ما بنقول ان هي كل واحدة ما بتروح مش بتروح وحدها. يعني احنا المجتمع المصري ومجتمع السيدات المصريات وخصوصا الستات البسطاء ليه طبيعة خاصة جدا، صعب قوي ان انت تلاقي واحدة واخدة قرار ورايحة وحدها. عزوة مع بعض، عزوة مع بعضيهم، جيران، أسرة، قرايب. حتى لما بتيجي تعلمي حاجة صحية بتبقي معتمدة على ان هي بتاخد منك المعلومة وبتنقلها. فحملة طرق الأبواب ان احنا وصلنا زي ما بقول لحضرتك لكل بيت. مهم قوي ان المرأة يعني بتبدأ كمتلقي وبعد كده بتبقى هي نفسها اللي بتعلم وبتنقل الخبرة وبتنقلها مظبوطة جدا وبتسأل في كل تفصيلة. اما كان يعني طب انا هروح هعرف دايرتي الانتخابية ازاي؟ تفاصيل بتاعت الستات، تفاصيل الستات بتعرف كل تفصيلة وبتشرح لكل واحدة. يعني لو حضرتك شفتي على بره في عند اللجان الانتخابية ازاي كل واحدة بتسأل وازاي كل واحدة عارفة بتتطوع ان هي تعلم غيرها. ايوه اكيد بيبقى في مننا موجودين ان هم يعلموا، احنا لن نملي راينا على اي حد، احنا كل اللي احنا بنقوله للناس بس. احنا كل اللي احنا بنقوله لهم انزلي لان صوتك امانه مش حق ليكي بس، واجب عليك انك تعملي. اكيد. ما تفرطيش فيه، ده المهم عندنا. خلينا نخرج نشوف الناس ورأيهم في المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية قالوا لنا ايه، ونرجع لحضراتكم مرة ثانية.
المرأة دورها إيجابي، وهي اللي بتنزل وهي اللي بتشارك أكتر، وحتى هو كمان يعني إيه في تمثيل في البرلمان يعني ادوها برضه ادوها جايزة إن هم يعني ياخدوا أكبر مشاركة في البرلمان. فالحمد لله يعني المرأة برضه يعني عندها وعي دلوقتي وماشية كويس. اللي هي نص المجتمع، هي الأم وهي الزوجة، هي الأساس في كل شيء، ودورها بان خصوصا الفترة الأخيرة ديت حضرتك، واخدة بال حضرتك؟ كانوا مهمشين المرأة زمان، لكن المرأة لا، لها كل شيء. إن دي بلدنا وبنحبها ولازم نحافظ عليها ولازم نساند الرئيس في كل تحركاته لأن دي اللي مستقبل بلدنا. لازم طبعا المرأة تشارك في حاجة زي كده، ولازم إنها تحس أسرتها وأولادها إن هم يشاركوا وإن هم يعني يحسنوا من البلد، ويحسن لو في أي حاجة، أي ضغوط، أي حاجة عايزين يتكلموا فيها، عايزين يعملوها، يقولوها، كل دوت المرأة لازم يبقى لها دور فيه. الحمد لله داخلين في طريق مستقبل جميل لينا ولولادنا، فطبعا التعديلات الدستورية دي لازم يا ناس ويا ستات ويا أولاد ويا شباب، لأن هي دي بلدنا ولازم نقف جنب بلدنا. فأنا بناشد كل ستات والبنات والطالبات وإحنا الستات كمان إحنا بنقف مع الرئيس قلبا وقالبا، بصراحة إحنا وراك يا رئيس وربنا يخليك لينا ودايما معانا لآخر العمر يا رب، لحد ما نشوف مصر قد الدنيا زي ما أنت عايز. احنا رجعنا بس بنكمل كلام، على فكرة احنا رجعنا لحضراتكم لكننا في الفاصل ما كناش ساكتين. احنا في الفاصل كنا بنتكلم على السيدات المصريات ووجودهم في التقرير ورأيهم في انهم يشاركوا في انهم يقوموا بدورهم، والدكتورة شيرين كانت بتتكلم كمان ان الست المصرية، يعني ده اللي حضراتكم دخلتوا لقيتونا بنتكلم فيه، ان الست المصرية شكلها وأدائها وروحها مختلفة. الأستاذة سامية بقى كانت بتتكلم إنها لما كانت بتسافر بره مصر كانت بتشوف الستات شكلهم حلو قوي لكن الروح المصرية ناقصة، فيعني ده اللي كنا بنتكلم فيه قبل ما نرجع لحضراتكم مرة تانية. دكتورة سامية، عايزين نتكلم مع حضرتك عن رأيك في البنود الخاصة بالمرأة في التعديلات الدستورية الجديدة. لا بصي، اللي هي المادة طبعا المادة 102 الحقيقة كانت بتنص على ان هو يبقى في تمثيل عادل للمراه او يعني متوازن للمراه في مجلس النواب الحالي. مجلس النواب الحالي طبعا التعديل ان هو ضمان تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمراه. الحقيقه ده كان مطلب مهم جدا لينا النساء منذ سنوات طويله الحقيقه. ليه؟ لاسباب كثيره جدا. طبعا تجربه الانتخابات بالنسبه للمراه انا شايفه انها تجربه صعبه جدا، وانا كان ليا تجربه عمليه الحقيقه، هي تجربه صعبه جدا للمراه نتيجه طبعا انتشار المال السياسي، العصبيه القبليه، نظره وما زالت برضه نظره المجتمع بيقصروا المراه على بعض الاماكن او يقولوا يعني خلاص يعني طبعا استغلال طبعا احيانا كثيره في عدد من الاماكن، واذا كنا بنتكلم عن المجلس القومي طبعا واستخراجه للبطاقات للنساء وكده، طبعا البعض بيستغل طبعا يعني عوز بعض النساء في بعض المناطق الحقيقه، ويتم استغلالهن من حيث انهم يعني طبعا بشراء اصواتهن طبعا يعني شراء الاصوات دي ظاهره كانت معروفه في فتره سابقه. المراه طبعا ما تقدرش يعني المراه عمليا وعمليا وعلميا تستطيع ان تعمل في البرلمان، ما فيش اي حاجه تعوقها، تستطيع ان يكون لها فكر ورؤى مختلفه الحقيقه، تستطيع ان تعبر عن مطالب النساء، عن يعني اشياء كثيره جدا الحقيقه بتكون. واحنا شفنا يمكن عندنا 90 نائبه الحقيقه، في عدد كبير منهن الحقيقه عدد مشرف يستطيعن ان يعني يمارسن العمل النيابي بشكل كبير، برغم انهن بعضهن ليس لديهن خبره يعني بعضهن لاول مره يدخلوا البرلمان الحقيقه، ولكن اثبتنا نفسهم الحقيقه وحققوا نجاحات. وده يمكن ده التحدي اللي بيواجه المراه المصريه، ان هي
بتحاول دائما تثبت عندما تصل لمنصب معين بتثبت دائما انها جديره بهذا المنصب. يعني شفنا ان هن الاكثر حضورا الحقيقه في الجلسات، يعني هن الاكثر مشاركه الحقيقه. شفنا عدد منهم الحقيقه حصل على جوائز عالميه، ومنهم دكتوره مريان عازب الحقيقه حصلت على عديد من المناصب وليها نشاط كبير. يعني انا مش عايزه اذكر اسماء بعينها، ولكن في عدد الحقيقه يعني استطاع ان يحقق نجاحا كبيرا. يعني وجودهم في البرلمان مش هيبقى كماله عدد، لا مش كماله عدد، هم موجودين عشان بيقوموا بدورهم وعشان بيؤدوا دورهم وعشان يستحقوا انهم يكونوا موجودين. وبعدين هم زي ما بقول لك، يعني انا دايما بقول ان المراه دي، المراه هي عماد هذا المجتمع الحقيقه، وهي ايقونه العمل الوطني، وهي اللي بتستطيع ان تشارك وتؤثر ليس في نفسها فقط ولكن في من حولها كمان. يعني المثل اللي بيقول لك تعلم امراه بتعلم جيل، انما لما بتعلم رجل بتعلم فرد واحد الحقيقه. فده مهم جدا الحقيقه. وماده 102 باكد على الموافقه عليها طبعا، وده بيتاتى ايضا في اطار استراتيجيه تمكين المراه 2030، وده ايضا بيتوافق مع الاتفاقيات اللي وقعت عليها مصر في القضاء على التمييز ضد المرأة الحقيقة. اكيد. دكتورة شيرين، يعني مبدئيا حضرتك جايبه ورقه وقلتي لي ان لازم الورقه دي تبقى معايا عشان الارقام. قولي لي مكتوب ايه في الورقه؟ الارقام. ايوه. هو دي يمكن كانت ليها علاقه بالكلام اللي كانت بتقوله الاستاذه ساميه عن فكرة ما يسمى بالكوتا، اللي هو تخصيص عدد معين. اللي هو احنا المادة 102 التعديل اللي هيتحط عليها ان هو تبقى 25% من اعضاء البرلمان من السيدات. فكرة لو جينا بصينا على برلمان 2012 كان الاكثر ترشيحا للمرأة. ده كان أعلى نسبة ترشيح، في حين إن كان عدد البرلمانيات فيه 12 فقط بنسبة 2.2 من 10. وده كانت جاي نتيجة إن هم سابوها للقوائم. أيوه. فالقوائم كانوا دايما بيحطوا المرأة في النص الثاني، ومفيش حزب خد أكتر من 50%، فما تلاقيش الستات موجودين. أيوه. كان ليهم كوتا بس ما كانتش مستغله. كان في الترشيح هم كانوا. أيوة. الاعلى في الترشيح. لكن فعليا انهم يكونوا موجودين كانت النسبه قليله. في 2005 كانت 2%، في 2000 كانت 2.4%. يعني في تراجع مش. أيوة. مش ظريف يعني. يمكن هو اعلى عدد موجود دلوقتي اللي هم 89 الحي. ومنهم 15 واحده معينه. 90 من 89 90. لا في واحده كانت دخلت. وده بنسبه ال 15% اللي كان موجوده. أيوه. منصوص عليها في الدستور السابق. اما نيجي نعدلها ل 25%، وفكره الكوتا دي موجوده في حوالي 149 دوله في العالم، وفي دول بتنص على ان هي تبقى 50%. وده العصر الذهبي بتاع المرأة. يعني فخامة الرئيس لما قال ان عام 2017 ده عام المرأة، استراتيجية تمكين المرأة في 2030، كل ده نسبة ال 25% تعليها. حضرتك احنا دلوقتي نسبة، لو جينا بصينا على وضع مصر في بالنسبة للعالم، مصر الدولة الـ 12 على مستوى الدول العربية في مشاركة السيدات في الحياة السياسية، في مشاركة السيدات في البرلمان. الإمارات هي نمرة واحد بنسبة 50%. نسبة 25% دي تضعنا في المرتبة الرابعة عربياً، وتضعنا في المرتبة 68 عالميا. كل ده تحسين لوضع المرأة طبعا، وضع المرأة ولاستراتيجية تمكين المرأة. أيوة. وكل ده بيؤكد ان المرأة، اصل النسب اللي حضرتك بتقوليها دي مش محطوطة عشان نجامل المرأة، لا
خالص مشاركة المرأة بالظبط، هي أثبتت جدارة، فإحنا بنأكد إن دورها لازم يكون موجود ولازم تكون النسبة عالية. بصي حضرتك، لما يعني في كان الورقة التحليلية اللي هي تم إعدادها عن دور النائبات في الدور الانعقاد الثالث اللي هو من 2 أكتوبر 2017 ل 26 يونيو 2018، هتلاقي حضرتك ان الوفود البرلمانية كانت لازم المرأة مشاركة فيها، وان كانت بنسبة واحدة فقط قليلة، بس لازم يبقى ليها مشاركة. بس ودي طبعا كانوا في توصيات في الاخر ان هي لازم تزيد. لما تبصي حضرتك على هيئة مكاتب اللجان الفرعية ودي عددها 25، هتلاقي رئاسة للمرأة، هتلاقي 7 مقاعد كوكيلات، هتلاقي 3 مقاعد كأمناء سر، الهيئات البرلمانية للأحزاب ممثلة ب2 من السيدات. زي ما الأستاذة سامية قالت إن مناقشة إن مشاركة المرأة كان في اشتركت في مناقشة الموازنات العامة حوالي 10 برلمانيات بنسبة 14%، يعني كلهم موجودين. يعني معنى كده إن المرأة في تطور وفي مشاركة وفي أداء جيد بيخلي المسؤولين عن تحديد أعداد المرأة يكون عندهم الثقة إنها تقدر تقوم بالدور ده. أستاذة سامية، يعني خلينا نتكلم عن المعوقات اللي بتقف قدام المرأة في الفترة الحالية ولازم نتخطاها في القادم إن شاء الله. هي طبعا أهم التحديات اللي موجودة حاليا هي، يعني أنا بشوفها ثلاث تحديات، اللي هي السياسية زي ما قلنا، اللي هي يعتبر من برغم ان هم 90 نائبة انما يعتبر الاقل تمثيلا في البرلمان. تحديات طبعا اقتصادية، الحقيقة بنجد ان المرأة اكثر فقرا، ودي وفقا للاحصائيات العالمية، لان نتيجة طبعا عدم تعليم المرأة ونتيجة يعني انتشار الامية، بالتالي بتكون الاكثر فقرا، لان هي طبعا بيكون ليس لديها مورد رزق الحقيقة. وده مشكلة برضو بتواجه المرأة الحقيقة، لأن احنا عندنا مازال لدينا 30% من الأسر، من المرأة معيلات الأسر، وده برضو بيضع إشكالية كبيرة جدا. لابد ان احنا نقضي على الفقر، الجهل يعني الثالوث اللي هو الخطر، الفقر والجهل والمرض، ده مهم جدا. لابد ان احنا نمنع التسرب من التعليم، لأن ده مهم جدا، ده الخطوة اللي هي بتمنع انتشار الموضوع الأمية، لأن هي احنا دي احنا المؤشر للمستقبل. لو احنا قضينا على الأمية والجهل من دلوقتي بالزبط، يبقى مستقبلنا هيبقى كله وعي ونضوج، سواء سياسيا أو في الحياة بشكل عام. التحدي الثالث بقى مهم جدا، اللي هي التحدي الاجتماعي، التحديات الاجتماعية، معنى العادات والموروثات الاجتماعية السائدة في المجتمع. لابد ان احنا طبعا الإعلام ليه دور مهم جدا، ولكن طبعا الدراما بتلعب دور سيء جدا. طبعا النظرة ان احنا بنركز على الصورة النمطية للمرأة، ابراز يعني صورة خاطئة على المرأة. اعتقد ان الحاجات دي بتتغير دلوقتي، ما بقيناش نشوفها. لا انا بتكلم على موضوع الدراما، للأسف احنا في مجهود 100 سنة اذا كنا بنتكلم على 100 سنة من الهدان، خاصة الموضوع الدراما دي لازم نديها وقت. هي بس موضوع العادات والموروثات الاجتماعية، الحقيقة احنا لابد ان احنا نبقى اكثر وعيا، ونعرف ان يعني زي ما بقول لحضرتك ان المرأة هي يعني تطور المرأة وتنمية قدرات المرأة ده دليل على تقدم هذا المجتمع. أكيد. إحنا في نهاية حلقتنا بنشكر الدكتورة سامية أبو النصر، الأمين العام للمنتدى الاستراتيجي ومدير تحرير أهرام، نورتينا. أشكرك. وكمان دكتورة شيرين مهدي، عضو المجلس القومي للمرأة، نورتينا. ومشاهدينا، بكده خلصت حلقتنا. على مدار الأيام القادمة هيكون لينا حلقات برضو نتكلم فيها عن نفس الموضوع، وكل يوم في فطار جديد. استنونا بكرة وفريق عمل جديد مع حضراتكم كل يوم، وطعم البيوت.